نشأت مدونة المبادرات العربية في مجال الوصول الحر في الربع الأخير من عام 2007 كاستجابة للحراك العالمي الداعي إلى الوصول الحر كنهج واستثمار التقنية المتاحة لتحقيق هذا النهج. وحيث أن العديد من دول العالم النامية والمتقدمة قد خطت خطوات في مجال الوصول الحر ووضعت لها معالم على خارطته، إبان فترة إنشاء المدونة، ولم يكن في تلك الفترة تواجد ملموس للعالم العربي على خارطة الوصول الحر. لذا فقد ارتأينا أن نضع بين يدي القارئ والباحث العربي مدونة تعرفه بمفهوم الوصول الحر وممارساته ومناهجه ونماذج حية يراها ويتعامل معها. وهدفنا كذلك إلى متابعة هذا الحراك العالمي من جهود ومبادرات ومؤسسات وجامعات تبذل جهودا لتطبيق وتبني الوصول الحر في كافة أرجاء العالم. الوصول الحر بأبسط مفاهيمه هو ذاك الإنتاج الفكري من مقالات ودوريات وأعمال مؤتمرات ورسائل جامعية وكتب وغيره في صورة إلكترونية، بمعنى أن يكون متاحا على الإنترنت ويقدم للمستفيد النهائي كالباحث والقارئ والطالب بالمجان ودون أي مترتبات مالية عليه، بحيث يمكنه قراءته وتنزيله وطباعته كما ذكرنا بالمجان. وفي نفس الوقت فإن هذه الإتاحة تكون خالية من معظم القيود المتصلة بحقوق النشر والترخيص، بالطبع مع المحافظة على أعراف وقوانين حق التأليف والإسناد الأدبي والاستشهاد المرجعي بهذا الإنتاج الفكري من قبل المستفيد النهائي الذي ضربنا مثلا بكونه الباحث والطالب والقارئ. ولكون هذا المفهوم في الأساس له تأصيل في الثقافة العربية والإسلامية بما يعرف بالوقف، مثل وقف الكتب والمكتبات في سابق الزمان على الطلاب والباحثين. أما في الثقافة الغربية من حيث المنشأ لهذا الحراك كمفهوم مستقر يمكن إعادته إلى المبادرات المعروفة بالثلاثية البائية، وهي بودابست وبيزدا وبرلين، وجميعها في بدايات الألفية الثالثة. أما من ناحية الممارسة فيرجعها بعض الباحثين إلى السبعينيات من القرن 21 أمثال بيتر سابر. أشكال الوصول الحر أو مناهجه كما يصفها المهتمين والباحثين بأنها على نمطين أو طريقين، هذين الطريقان اصطبغا بلونين لتمييزهما. الطريق الأول هو الطريق الذهبي الجولد رود، والطريق الثاني هو الطريق الأخضر الجرين رود. الطريق الأول الذي ذكرناه الطريق الذهبي يعني لنا الإتاحة المباشرة للمادة العلمية من خلال قنوات نشر مقننة مثل مجلة أو دورية إلكترونية أو كتاب إلكتروني، وكما ذكرنا تكون متاحة بالمجان للمستفيد من خلال الإنترنت. الطريق الثاني كان الطريق الأخضر، وهو الإتاحة للمادة العلمية من خلال قنوات حفظ أو أرشفة مثل المستودعات الرقمية أو الأراشيف الرقمية، وبالطبع كما ذكرنا سالفا تكون متاحة بالمجان من خلال الإنترنت. إذن الإتاحة والحفظ للمادة العلمية من مقالات ورسائل جامعية ودراسات وأعمال مؤتمرات وغيرها من مصادر المعلومات وتقديمها بالمجان للمستفيد النهائي من باحث وقارئ وعالم وغيرهم، وتيسير الوصول السريع إليها من خلال الإنترنت كأحد التقنيات المتاحة التي يمكن القول عنها أنها أصبحت سهلة المنال، هذه جميعها مفاصل محورية للوصول الحر. لذا فإننا نجزم أن الوصول الحر جاء كعجلة تنموية في مفهوم الاتصال والنشر العلمي. فقد ظلت العديد من المعلومات لعقود طويلة تعامل على أنها سلعة تقدم بمقابل مادي للمستفيد. هذا المقابل المادي كان باستمرار في عملية تزايد أنهك كاهل المستفيد أو من يقدم المعلومة للمستفيد كالمكتبات ومراكز المعلومات. لذا فقد
شاهدنا وشهدنا العديد من الإشكاليات مثل انقطاع الاشتراكات في المجلات العلمية وكذلك قواعد المعلومات وعدم مقدرة المكتبات على الاستمرارية في هذه الاشتراكات نتيجة لمحدودية ميزانية المكتبة أو مركز المعلومات، لا سيما إذا علمنا أن الإنتاج العلمي يقوده الدول المتقدمة ويستثمر مليارات الدولارات في هذا الإنتاج ويحاول بقدر المستطاع أن يستخرج أو يستعيد ما دفعوه من خلال الريفينيوز أو من خلال عائدات نشر هذا الإنتاج العلمي. بطبيعة الحال تراكم المبالغ المادية وتحملها على المستفيد أو تحمل المكتبة أعباء هذه المبالغ أعباء هذه التراكمات المادية أدى إلى حجب المعلومة وحجب المستفيد عن المعلومة التي يحتاجها والتي يمكن أن يؤدي الوصول إليها إلى إحداث تغيير على الصعيد الإقليمي أو العالمي أو حتى على الصعيد الشخصي. إذن حجب المعلومة ومعاملتها على أنها سلعة للتقايض المادي مما لا شك فيه يؤثر سلبا في عملية الاتصال العلمي بل والبشري على حد سواء. هذا ما قد أسميه برأسمالية المعرفة القائم على أساس المنفعة المالية لا غير. لذا جاء الوصول الحر ليوفر فرصا كبيرة لاكتشاف الأبحاث وتطبيقها في سياقات ترتقي بمستوى المعرفة في مجال هذه الأبحاث، ومن ثم تيسير حل المشكلات، وهو ما يمثل الغرض الأساسي لمساعي العلماء والباحثين، وطريقة أكثر فعالية وكفاءة وأقل تكلفة وأكثر عدلا وإنصافا في الاتصال العلمي. ماذا حقا نريد أن نغير؟ هو أن يعي الباحث والقارئ والعالم ومتخذ القرار أن المعلومة ليست مجرد سلعة للتقايض، ليست مجرد سلعة مادية للتقايض فقط، بل هي حق إنساني، لا سيما إن كانت المعلومة متعلقة بحياة ومعيشة الفرد والبشرية جمعا. أيها الباحث، أيها المؤلف، أيها الكاتب، تذكر أنك عندما تريد أن تنشر عملك العلمي في مقال أو دراسة أو بحث أو حتى كتاب كنت تبحث عن المعلومة وقد واجهت صعوبات وعقبات ومنع وحجب للوصول لتلك المعلومة، فرجاء لا تضع من يأتي بعدك من قارئ وباحث وغيرهم في نفس الموقف الذي أنت وقفت فيه، بل ساهم في نشر عملك على نهج الوصول الحر من خلال قنوات الوصول الحر الطريق الذهبي والطريق الأخضر، وزد من رصيد عدد المطلعين على أعمالك وإبداعاتك من خلال نهج الوصول الحر، فهو أنجع الطرق لزيادة وانتشار أفكارك وتداولها والاستشهاد بها، فما دامت هي سهلة المنال فهي أقرب أن تقال، وكأنك تقول الفكرة مرة وتقال عنك ألف مرة. ختاما أدعو كل من يستمع إلينا ويشاهدنا الاطلاع على مدونة المبادرات العربية في مجال الوصول الحر للتعرف أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، كما أدعو الباحثين للاستفادة من مؤسسة قطر للعلوم وما تقدمه للقارئ والباحث العربي من خدمة علمية هي حقيقة سباقة في مجالها على مستوى الوطن العربي، فهي تقدم نموذجا رائعا للوصول الحر في طريقه الذهبي. لا أنسى أن أتقدم بوافر الشكر للطاقم التحريري بمدونة المبادرات العربية في مجال الوصول الحر، الأستاذة أمل السالم، دكتور عبد الرحمن فراج، دكتور رمضان العيس، وكل من ساهم معنا في هذه المدونة، وكل زوار المدونة وقرائها ومتابعيها كذلك على تويتر وعلى الفيسبوك. هذا ولكم خالص شكري وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.